منذ بدء تصعيد بين الطرفين إسرائيل وحركة الجهاد الإسلامي تلتزمان بهدنة في غزة ابتداء من ليل الأحد، هدنة تأتي بعد قصف إسرائيل لأهداف فلسطينية منذ يوم الجمعة الماضي، مما دفع مسلحين من حركة الجهاد الإسلامي لاستهداف مدنها بصواريخ بعيدة المدى. وبعد سريان الهدنة بوقت قصير، أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان أصدره أنه ردا على صواريخ أطلقت على الأراضي الإسرائيلية، يشن الجيش حاليا ضربات على عدد كبير من الأهداف التابعة لحركة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة. ومع دخول التصعيد بين الطرفين يومه الثالث، أطلق مسلحون فلسطينيون صواريخ صوب القدس الأحد، لم تسقط ضحايا لكنها وصلت إلى مدى أبعد وكشفت عن عزم على ضرب العمق الإسرائيلي، مع تكتيف إسرائيل الضربة الجوية في قطاع غزة لليوم الثالث والسماح لزوار يهود بدخول مجمع الأقصى. وبدأ الجيش الإسرائيلي الجمعة قصف الجيب المحاصر في ضربة استباقية ضد حركة الجهاد الإسلامي التي اتهمها بالتخطيط لهجوم وشيك. وقتل الجيش الإسرائيلي قياديين في الحركة في قطاع غزة، من بينهم تيسير الجعبري في مدينة غزة وخالد منصور في رفح جنوب القطاع. وفي جنوب ووسط إسرائيل اضطر الأهالي للاحتماء في ملاجئ، ونقل شخصان إلى المستشفى للعلاج من جروح إثر إصابتهما بشظايا، فيما أصيب 13 شخصا بجروح طفيفة أثناء فرارهم للاحتماء، وفق ما قالت أجهزة الطوارئ الإسرائيلية.